4 لا تجي فيهم: أبوك وأمك وأخوك وأختك، وأربعة تعوذ منهم: الهم والحزن والعجز والبخل، وأربعة لا تقسو عليهم: اليتيم والمسكين والمريض والفقير، وأربعة تتحلى فيهم أنت: الصبر والحلم والعلم والكرم، وأربعة تقرب منهم: المخلص والصادق والوفي والكريم، وأربعة لازم تبعد عنهم: الكذاب والسارق والحسود والأناني، وأربعة لا تحرمهم كرمك: أهلك وضيفك وسائلك وخويك، وآخر أربعة لا تقطعهم: الصلاة والذكر والصيام والطاعة.